مرحبا طلاب الصف الثاني المتوسط. Today we have a lecture about making suggestions. اليوم عندنا محاضرة حول تقديم الاقتراحات. هذا الموضوع موجود في Unit 1 Lesson 2 SV 5، يعني موجود بالوحدة الأولى الدرس الثاني صفحة 5 في كتاب الطالب. تقديم الاقتراحات عندنا به ثلاث قواعد. كل قاعدة راح ناخذ عليها مثال حتى نوضح كيفية تطبيق القاعدة على الجملة. القاعدة الأولى قول قاعدة شوي زائد مصدر زائد تكملة زائد question mark علامة استفهام. خلنا نطبق هذه القاعدة على المثال. مثلا يجي لنا سؤال بالامتحان يقول هنا أنا You want to meet your friend at 3 in the park. أنت تريد أن تقابل صديقك الساعة 3 في الحديقة. هنا بين قوسين قال لنا suggestion بيا قاعدة شوي، قاعدة الشوي. طبعا مرات يحدد القاعدة مرات ما يحددها. إذا حدد القاعدة الطالب مجبور أن يجاوب وفق هذه القاعدة، فقاعدة الشوي كون أطبقها على هذه الجملة. شو تقول قاعدة الشوي؟ أنزل شوي، نانا نزلناها شوي. بعدين ريد مصدر، المصدر راح أقدر أستخرجه من الجملة اللي هو ميت. كتبنا هنا ميت والتكملة وعلامة الاستفهام، فخلينا التكملة اللي هي at 3 in the park وعلامة الاستفهام. صار الاقتراح اللي استنتجناه واللي سويناه من هذه الجملة هو shall we meet at 3 in the park. هو مستوفي لهذه القاعدة. لو نجي نقارن shall we هي موجودة هنا والمصدر اللي هو meet مصدر موجود بالقاعدة والتكملة هي صارت at 3 in the park وأخر شيء خلينا علامة استفهام. ننتقل إلى القاعدة الثانية، قاعدة let's. let's زائد مصدر زائد التكملة. خلينا ناخذ مثال عليها. مثلا for example your friend feels thirsty، صديقك يشعر بالعطش. هنا أنا يقول لك سوي suggestion، سوي اقتراح. هنا أنا ما محدد لك القاعدة يا هي، انت تختار قاعدة ليس على اعتبارها اسهل قاعدة، واذا يحدد لك انت تختار بعد وفق ما هو يحدد. هنا أنا اجانا تقديم اقتراح يطلب من عندنا من هذه الجملة، اختارنا قاعدة let's، ننزل let's كما هي. بعد let's يريد من عندنا مصدر. هنا أنا المصدر ما أقدر أستخرجه موجود بالجملة، لكن أقدر أستنتجه وفق ما أنا أفهم الجملة. الجملة تقول your friend feels thirsty، صديقك يشعر بالعطش. أكيد راح أجيب مصدر ب drink. drink على اعتبار drink يشرب، فهنا أنا راح نقول let's drink some water، دعنا نشرب بعض من الماء، على اعتبار انه الجملة تقول صديقك يشعر بالعطش، فراح اقترح بانه نشرب البعض او القليل من الماء. ننتقل الى القاعدة الاخيرة اللي هي قاعدة why don't we زائد مصدر زائد تكملة زائد علامة استفهام. هنشوف مثال ايش يقول. Your friend is bored. He doesn't know what to do. طبعا صديقك هنا يشعر بالملل. He doesn't know what to do. هو لا يعلم ماذا يفعل. سوي له، قدم له اقتراح. يقول لك هنا سوي suggestion. بيا قاعدة، قاعدة why don't we. حدد لك القاعدة. نجي. باوع كون احنا حافظين القاعدة. Why don't we نزلها. Why don't we نزلت. هنا أنا أستنتج كون من عندي اقتراح، بما أنه صديقي يشعر بالملل ولا يعلم ماذا يفعل، راح أقترح عليه Why don't we watch a film? Why don't we watch a match? يعني أقدر أقول له لماذا لا نشاهد فيلم؟ لماذا لا نشاهد مباراة كرة قدم؟ وهكذا. أي اقتراح أنت تحفظه تقدر تستخدمه وفق هذه القاعدة. المطلوب من الطالب بهذا الموضوع هو حفظ القواعد، حفظ القواعد وكيفية تطبيقها على الجملة. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية وشكرا جزيلا.